الفيرسيون هذه اللي تقدمت تولي ما عادش عندها قيمة، بما أنه ولا ثابت تقريبا أنه فما مطاردة حصلت حتى لمكان الحادث. شنو تفاصيل كل هذه المعطيات اللي كنا نشوفوا فيها؟ تحقيق أسامة الشوالي. أربع سنين على وفاة عمر العبيدي. أربع سنين على القضية المرفوعة. علاش حتى لتوا الغموض مازال يحوم حول وفاة عمر العبيدي؟ وشنو المعطيات الجديدة في الملف؟ فوشانة لحداش ونص متاع الصباح، هذه وسيلة أم عمر العبيدي ما زالت كي روحت من مرشي الحومة بعد ما قضات قضية شقان الفطر لليوم. يا حسرة على رمضان، يا حسرة وقت اللي كان كنا ندور وكان يخرج هو وأخوه ونخرج أنا وياه ويخرج هو وأمه ونخرج مع بعضنا، فهمتني؟ وكل واحد فهمت يجيب المكتب من ربي ونسهروا مع بعضنا في الدار. رمضان والكوجينة تذكرها بولدها عمر اللي مات، أما التوى متفكرة شهواته بالوحدة حتى بعد أربع سنين. شريت الفريز وقلت له يا نوردين بالله ذي طرف فضلت، قلت له يا نوردين الفريز كل كعبة الفريز خاطر ياكلها كيكة ومغسولة ياكلها كيكة، وقولوا يرحم عمر. كي نور دي سكت قلت شو قلت شو عمر هذا مازلت استحفظ باي عمر مازلت. وسيلة لليوم موجوعة كي تتذكر انه ولدها صغير ما عادش يجيها للكوجينة ويعنقها حتى من بيته كل نهار في الأربع سنين اللي غايب عليها، تنظمها وتسيقها وتخمله فرشه كأنه مازال بين عيناها وحتى شيء ما تبدل. نمشي له نقلع له الحشيش، نحط له شوي زيوان. الخميس اللي فات مشيت مش نحكي لك شو نصير في اللي انا فيه، قعدت حذيل حشيش داير بيه ما نجمش نحكي ماش نجم. نتمنى خويا لاخو حق عمر، انا فهمت قبل ما لا تموت امه ونموت انا، نتمنى ناخذه في الدنيا قبل الاخر. علاش حتى لليوم ما فماش جديد في ملف عمر العبيدي؟ غموض يحوم حول قضية عمر اللي تلقاه في الواد هذا ميت. جثة من هنا جبدوها من الشارع هذه بالضبط من غدوة. جاو اي من غدوة، خاطر هو في ساعتها قريب الليل يظهر لي قريب الليل ما عادش. لا شيء مخرة. اي هكاك. رادس 31 مارس 2018، قرابة 20,000 مشجع موجودين هون من جماهير النادي الإفريقي ضد أولمبيك مدنين. وتأتي صفيرة صدقة السالمي لتنهي الفترة الأولى بتقدم الإفريقي هدف مقابل صفر. الشوط الثاني مناوشات باش تصير بين الجمهور وقرار بإخلاء الملعب باش يتاخذ. الأمن يطارد في الجمهور بين المدارج الإخلاء الملعب ويحاول أنه يسيطر على الوضع داخل رادس، أما اللي باش يصير خارج الملعب باش يعمق الأزمة اللي صاير، خاصة بعد وفاة عمر العبيدي وتعدد الروايات المتعلقة بموته، بين اللي يقول أنه الرواية الغرق وأنه هرب وطاح في الواد وحده، وبين الشهود اللي يقولوا إنه صارت مطاردة من الأمنيين العمر العبيدي والمجموعة اللي كانت معاه وتضرب وطاح في الواد وما تمش إسعافه وتقال له تعلمه.
الحقائق الأربع بحثت في الموضوع. نجمنا نتحصلوا حصرياً على مجموعة من الفيديوهات من داخل ملعب رادس نهار 31 مارس 2018، ومنها فيديوهات أخرى بحث الوادي اللي غرق فيه عمر العبيدي. السبت 31 مارس 2018، 4:49 هذا فيديو من داخل ملعب رادس. المناوشات بدأت بين الأمنيين والجماهير قاعدة تهرب من الملعب، وهذم مجموعات من الجماهير هاربين من القوات الأمنية شادين الطريق لخروج من البوابات الرئيسية لملعب رادس. فيديو مدته 4 دقائق يظهر الحالة اللي كان عليها رادس نهارتها. 10 دقائق من الفوضى والهروب، 4:59 الباب رقم 28، الجماهير خارجة تجري وراهم أعوان الأمن قاعدين يخليوا في أحواز الملعب من الجمهور. أما المطاردة ما هيش باش تقعد في حدود الملعب. 5:16 ربع ساعة كاملة من المطاردة في 3 مسالك باش تخلي المسلك هذا اللي على الكياس واللي فيه سيارات أمنية معبية بعدد من الأمنيين تشد الكياس هذا اللي يبعد 200 متر على الباب رقم 28 باش تشد الثنية ورا مجموعات من الجمهور اللي سلكت نفس الكياس. دقائق باش تخلي سيارات الأمن تخلط للمنعرج هذا من الكياس القريب من القرية المتوسطية برادس واللي نشوفوا فيه الفيديو هذا. عمر العبيدي كان مع المجموعات الهاربة هذه، كان مع نفس المجموعة اللي طردتها القوات الأمنية من الباب رقم 28 بعد ما تحصر مع أصحابه في الكياس وما عادش ينجم يهرب، شد معاهم اثنية واد مليان. واحدة من السيارات الأمنية الثلاثة كما قاعدين تشوفوا في الفيديو هذا باش تقف وسط الكياس، وتهبط عدد 16 أمني من السيارة باش يخلطوا ورا الجمهور ويسلكوا طريق الغابة ثنية واد مليان. الأمنيين تم سماحهم يوم 25 أفريل 2018، وعند سماحهم في يوم 25 أفريل 2018 أنكروا المطاردة تماماً، قالوا رانا ما قمنا حتى عملية مطاردة ولم نتجاوز حدود البوابة 28، معناها كنا بقينا في البريمتر بورت 28 وعمرنا ما فتنا. لكن عندما تمت مجابهتهم بالتسجيلات شو يقولوا؟ يقولوا حرفياً رانا تقبلنا في المقهى المقابلة لفرق لباحث البداية فرقة الجورجاني واتفقنا على الكذب، وحرفياً يستعملوا تعمدنا المغالطة على خاطر خفنا من الرأي العام. الصور هذه تكشف أنه المطاردة وقعت من الطرف الأمني ووصلوا حتى للواد اللي بشي تلقى فيه عمر العبيدي ميت بعد ما غرق في الماء. مطاردة دامت حتى للخمسة وثمنتاشن دقيقة حسب الفيديوهات هذه. لكن يتمسكوا من جديد برواية جماعية، الرواية الجماعية هذه اللي هما عمرهم ما وصلوا إلى الواد، معناها في حدود السيارات هذيك ما تجاوزوش 10 متر و 15 متر، في حين أن العملية دامت أكثر من 7 دقائق والتسجيلات تثبت وصولهم إلى الواد. معنى التسجيلات كانت واضحة تثبت الوصول تاعهم للواد، ورغم ذلك يتمسكوا بالرواية الجماعية الجديدة هذه اللي ما فيها اللي هما فقط معنى وصلوا إلى الحدود نتاع الواد، واللي يقول أني وقفت واحد وأرجعته للسيارة، واللي يقول أني فقط معناها أنا وصلت فقط للشجرة اللي قبل الواد، ولا واحد فيهم قال راني وصلت للواد. نفس الصور نشوفوا فيها عملية مغادرة وهرب من الجمهور وبعد تام على القوات الأمنية. صور ما تكشفش اعتداءات من الجمهور على الأمن بقدر ما إنها تكشف عملية مطاردة دامت 16 دقيقة على مسافة كيلومتر و 210 متر. الفيديوهات هذه من بين المعطيات الجديدة اللي تزادت للملف بعد 4 سنين من وفاة عمر العبيدي، يمكن تكون سبب في إزالة الغموض حول القضية وفي حسم الملف بعد 4 سنين.
نستناو القضاء يقول كلمته في جملة المعطيات اللي كشفتها الفيديوهات هذه.